أحسن الله لك يا شيخ. يخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر يا شيخ غير بعيد. إيش؟ غير بعيد، لا يتجاوز 10 كيلو. فتحين وقت الصلاة فيتيممون ثم يصلون، فهل فعلهم هذا جائز يا شيخ؟ وما الضابط في جواز التيمم؟ الضابط أن يكون لا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه. وفي ظني أن 10 كيلو لا يشق، لا من جهة أن يذهبوا ويتوضأوا، ولا من جهة أن يحملوا معهم في برميل أو تانك صغير ما يتوضأون به. يعني يلزمهم يرجعون يا شيخ؟ يلزمهم يذهبون يتوضأون، لأن 10 كيلو بالنسبة للسيارة 10 دقائق. 10 كيلو أو أكثر يا شيخ ما الشهادة. المهم على كل حال إذا كان الماء قريبا لا بد أن يتوضأوا بالماء، فإما أن يحملوه وإما أن يذهبوا إليه. صلاة. نعم.